وش السالفه؟ ايش فيك معتفس؟ حكومه فاشله. ليش فاشله؟ يرضيك شهرين اقدم سؤال لوزير كم مطبه بالديره ما يرد علي. يمكن يعدهم للحين. شي عدهم؟ انا بعد هالموضوع ما في تعاون ومعه رحيل الحصيرين وبروح اطعم، والتطعيم قالوا مؤامره. بس اسوي بسافر. لا حول ولا قوه الا بالله، مجبور بسافر. ها ابو منصور شنا طعام؟ ها وين رحيل الحصيرين؟ شو السالفه؟ شو اللي تغير يا ابو منصور؟ عادي يبا، الحكومة لازم الواحد يتعاون معاها. تعاون ها؟ من أجل المستقبل. لا ولازم واجب واجب تعاون مع الحصيرين. يعني ممكن أسبوعين ثلاث أرقص مستمرات.